قسم بالله العلي العظيم. لازم أعطي هذا القرش لأبو فلة في 30 يوم. 20 دقيقة. عشان أوصل القرش لأبو فلة. اليوم الخامس. اليوم هو اليوم العاشر. اليوم هو اليوم 15. اليوم 22. اليوم هو اليوم 27. لا هذه الطيارة. هذه الطيارة. مو يوم الثلاثين بعد 90 درهم والله مجنون يا حبيبي يا حسين الله يسعدك ان شاء الله هذا الانسان حيكون شيء قوي يا حبيبي انت مو اخر يوم يا اعطي ابو فلة القرش يا راح اطلع بالطياره ما راح اعطيه القرش الحان هلا والله هلا والله حمل حمل يا حبيبي هذا اليوم 41 هذا القرش اخيرا تعطيه لحسن يوصل يرحم امك لا يضيع لا يضيع نوصل المطار طريق كم ساعه ونطير الطياره المطار الطياره وقينا ساعتين ونطير ونوصل العقل شو 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 قاعد يجري قاعد يجري قاعد يجري طير 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 مستحيل ايوه انه تيجي هالدرب كله ايوه اجي يعني اسوي لك حاجه يا ايش حتسوي فقلت الحين يعني لازم اسوي لك حاجه وتشوف كل شيء اقسم بالله انك وحش 40 يوم يا وحش 40 يوم والله ريان الشديد اقسم بالله انك شديد يا وحش يا حبيبي والله حبيبي شكرا على المحتوى انت من وين جيت؟ انا من وين جيت؟ انا جيت عشانك يا حبيبي عجبني كيف حالك طيب والله الحمد لله طالع كاميرا ايوه بس طالع محتوى لازم عينك ايوه اوكي ابشر ابشر اول شيء شكرا لك على المحتوى يا حبيبي والله شكرا والله انت تستاهل هذا كله عشان اوصل لك قرش وين القرش هذا القرش اللي انا اوصل لك اياه هذا القرش اللي اخذت فيه 40 40 يوم اللي جاب من دبي عشان اوصل لك اياه الله يعافيك وتستاهل وقيل حقك شكرا وصل القرش يعطيك العافيه وما قصر يا حبيبي يلا خلاص الحين توكل على الله يا حبيبي شكرا ايش اسوي بالقرش هذا قعدت 40 يوم اغلى قرش بالعالم عشان اوصل لك اياه قعدت 40 يوم 40 يوم بالشارع اتشرد يومين ما اكلت دورت فلوس ما يعني يمكن الحين بتروح علي طياره عشان ما راح عشان اعطيك القرش الطياره حتروح علي او شفتك بعد أيوة. مقطع تقريبا كنت حاط 30 مقطع أيوة. بعدين زودته خفيت قلت الا موصله انا ماني جاي هنا الا وصل ام القرش وصل القرش حبيبي يا والله وصل حب احافظ عليه ان شاء الله انا بحطه بالمنوال قرش 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 والله حقي والله حقي والله شكرا يا حبيبي الحين باخذ في شيء طيب يا حبيبي ان شاء الله يقفل بس قاعد يضحك حبيبي ما طول عليك تبي تروح يا حبيبي انا خلاص رحت طياره اصلا اول شيء ايوه طالع ركب هلا شوف انا اخذت نظره بقناتك وقسم بالله العلي العظيم اني عجبني فيك شيء شوف انا اشهد انك ريان الشديد يا شديد والله 40 يوم لين وصلك القرش هذا انا اشهد انك شديد ومثل ما وصلته لي ايوه وهذا وصل ايوه الحمد لله وصل. الحمد والله حافظ عليه ريان الشديد توعدني اوعدك باسمك الشديد اللي وصلت لي اياه ايوه انك تستمر بسرعه ابشر اقسم بالله استمر لين تتعداني ابشر صعب عليك بس تتعداني ابشر ما في شيء مستحيل ما في شيء وصلت لك هذا القرش راح تعداك صدقني صدق حاله صدق حاله وعشان شفت قعدت اشوف مقاطعك ايوه انت هذا أيوة. دعم بسيط للمتابعين كلهم الله يسعدك اول شيء عشان أيوة. دقه الكاميرا انت محتواك أيوة. شخصيه خرافيه كل شيء جميل يا حبيبي بس يبي لك كاميرا تعدل دقه الكاميرا ايوه هاي كاميرا حلو عشان تنزل فيها تتعداني على الفاضي انا الحين قاعد استثمر فيك انا هاي كاميرا عشان ترفع دقه المقاطع تمام شكرا حبيبي يا حبيبي ما قصرت يعطيك مره العافيه شكرا يعطيك العافيه ايش هذا قول خلاص بس كمل تكفي لا بس هذا عشان جيت ترى ما ينفع لازم تفضل هذا لا عليك حبيبي والله هذا عوضت لك القرش عوضت لك يا حبيبي لا 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 والله كثير حبيبي والله شكرا يا حبيبي والله انت تقول لي شكرا وكان اقول لك شكرا يا والله اسعدتني على 40 مقطع والله يا حبيبي والله اني حاولت قد ما اقدر اني اوصل